مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الأول عنوان الدرس أسكول ماجازين مجلة المدرسة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج فيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط مثل ما تعودنا سابقا بشرح الدروس السابقة أو شرح المراحل السابقة أنه إحنا نستعرض كتاب الطالب أول شيء نتعرف على الاسئله اللي راح يسالني اياها الاستاذ بداخل الصف وشلون نجاوب عنها ونأشر الكلمات المهمه وشلون تجيني بالامتحان ومن ثم اذا اكو موضوع قواعدي او موضوع متعلق بالمفردات نشرحه ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط نجاوب على اسئلته ونأشر المهم من عنده. نبدا بكتاب الطالب مكتوب على صفحه يونت 1 لسن 1 سكول ماجازين اليونت الاول الدرس الاول مجله المدرسه منطيني فقره شو يقول لي. يقول لي؟ المصطفى Intermediate School for Girls مدرسة المصطفى المتوسطة للبنات has its own monthly magazine لديها مجلتها الشهرية الخاصة a team of four students فريق مكون من أربع طلاب عن an English teacher ومدرس لغة إنجليزية produces it ينتج هذه الجريدة أو المجلة الشهرية students from different classes write for it وطلاب من مختلف الصفوف يكتبون لهذه الجريده او المجله they put their contribution in a box. يضعون مساهماتهم في صندوق and the team chooses the best والفريق هذا الفريق المكون من اربع طلاب ومدرس لغه انجليزيه يختارون افضل التقارير اللي كتبوها الطلاب لجريده او مجله المدرسه اذا هو مقدمه للدرس يقول لي اليوم راح نتحدث عن مجله المدرسه الأقسام اللي متكونة منها هاي المجلة كيف يتم اختيار مواضيع المجلة إلى آخره بالبداية الفقرة الأولى يقول لي read the notice. اقرأ هذه الملاحظة and answer the questions below ومن ثم أجب على الأسئلة اللي أسفل هذه الملاحظة طلاب ركزوا يايا يا. هنا يقول لي write for the school magazine اكتب لجريدة أو مجلة المدرسة هنا يقول لك تخيل نفسك طالب بهاي المدرسة وبهاي المدرسة تصدر مجلة شهرية كل شهر من الطلاب يقول لك تخيل انت طالب وياهم وحاول تكتب لمجلة المدرسة باختيار احد هذه الاقسام choose any of these sections اختر احد هذه الاقسام هذه الاقسام يجب حفظ معانيها لان راح تفيدنا بالاسئلة راح يسألني اياها الاستاذ بداخل الصف كذلك راح تفيدنا كتاب النشاط puzzles puzzles معناها فوازير town events معناها احداث المدينة الأحداث اللي تصير بالمدينة اللي أنت ساكن بيها من الممكن أن تكتب عليها وترفعها بمجلة المدرسة كارتونز معناها رسوم متحركة problem page معناها صفحة المشاكل إذا أكو مشاكل بداخل المدرسة ممكن تكتب عنها أو مشاكل بداخل المدينة كذلك ممكن تكتب عنها بمجلة المدرسة interviews معناها مقابلات استاذ يعني شنو مقابلات هو موضح ليها talk to somebody famous in a town التحدث إلى شخص مشهور في المدينة اللي تسكن بيها stories معناها قصص sports reports معناها تقارير رياضية والأخيرة jokes معناها نكات إذا عندك فد نكات ممكن تشارك بها بمجلة المدرسة كذلك تقدر تشارك بهذا القسم school news معناها أخبار المدرسة poetry معناها الشعر واللترز معناها رسائل إذا تعرفنا على أجزاء الجريدة أو المجلة أقسام الجريدة أو المجلة هذا الأقسام يقول لك حاول تكتب أنت كطالب تخيل نفسك بهاي المدرسة تختار وحدة من, من الأقسام وتكتب بها وراها شي يقول لي يقول لي post them here now and get your name in print مثل ما وضحنا قبل دقائق يقول لك إذا كتبت في تقرير معين تقدر تخليه في صندوق وهذا الصندوق الفريق المكون من أربع طلاب ومدرس لغة إنجليزية راح يختارون من مشاركات الطلاب الأفضل من بياناتهم يعني أفضل التقارير اللي كتبوها الطلاب ينشروها بجريدة أو جلة المدرسة إذن هسه حاليا ما أريد من عندك غير أن تحفظ معاني للكلمات لأن بعد دقيقة راح تفيدني من نسألني الأستاذ بداخل الصف هاي الأسئلة اللي راح نجاوب عنها هو قال لي أقرأ الملاحظة وجاوب على هذه الأسئلة هسه ركز وياي لأن هاي الأسئلة جدا مهمة أولا شو يقول لي؟ يقول لي هاو ماني سكشنز ار ذير؟ كم عدد الاقسام في الجريده او المجله؟ هسه بالك وياي تعرفنا على اجزاء او اقسام المجله اللي هي البازلز والتاونز ايفنتس والكارتونز والبروبلم بيج والانترفيوز الى اخره، تعرفنا على الاقسام، كم قسم وجدنا من اقسام الجريده والمجله؟ نجي نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اذا 11 قسمة 11 sections هنالك 11 عشر قسما من اقسام الجريده او المجله. السؤال الاول عرفناه، الاستاذ سالني بداخل الصف قال لي sections ماني سكشنز ار اقول له 11 سكشنز 11 قسما وراها يقول لي رايت ذيم ان الفابيتيكال اوردر اكتبها اكتب هذه الاقسام بالترتيب الابجدي. احنا اخذنا بمراحل سابقه شلون نرتب الكلمات ترتيب ابجدي، استاذ شلون احنا ناسين؟ بالك وياي اولا احنا نعرف الحروف الابجديه الانجليزيه A, B, C, D الى اخره الى حرف الزيت زين هنا حرف الاي اللي هو اول الحروف الابجديه اكو كلمات تبدي بحرف الاي من الكلمات مع الاقسام الجريده او المجله لا استاذ ماكو ننتقل للحرف اللي بعده B كذلك ماكو سي نعم استاذ اكو كلمة كارتون اذا اول قسم اكتبه حسب الترتيب الابجدي هو كلمة كارتون زين ثانيا بعد ورا السي دي اكو كلمة تبدي بحرف الدي كذلك لا اي e. كذلك لا اف كذلك لا جي كذلك لا اتش كذلك لا اي نعم استاذ كلمة انترفيوز اذا حرف الاي ورا حرف الاي جي اكو كلمة تبدي بحرف الجي نعم كلمة جوكس اذا الكلمة الثالثة بالترتيب الابجدي كلمة جوكس وهكذا كي كذلك ماكو ال نعم كلمه letters اذا الكلمه الرابعه كلمه letters ام ماكو ان كذلك ماكو او كذلك ماكو كلمه تبدي بحرف الاو بي نعم اكو كلمه poetry ركزوا وياي هنا وكلمه puzzles وكذلك كلمه problem page اذا ثلاث كلمات تبدي بحرف البي يا كلمه اللي اخليها اسبق من الثانيه شلون راح يكون ترتيبهن هنا ننتقل للحرف الثاني من كل كلمه نشوف يا هو الاسبق الحرف الأسبق هو حرف الأو إذا poetry ومن ثم السادسة يا هو الأسبق الآر لو حرف الآر إذا problem page ومن ثم سابعاً كلمة puzzles ومن ثم ورا الفي Q كيو كذلك ماكو R اكو كلمة تبدو حرف الآر كذلك ماكو اس نعم عندي كلمة stories كلمه سبورت ريبورتس وكلمه سكول نيوز الاسبق اكيد كلمه سكول لان الحرف الثاني منها حرف سي اذا ثامنا سكول نيوز تاسعا ورا السكول نيوز شو نخلي سبورت ريبورتس لو ستوريز كلمه سبورت ريبورتس لان البي قبل التي ومن ثم عاشرا الستوريز ومن ثم الاخير كلمه تاون ايفنتس لان اخر حرف من الاحرف اللي موجوده هو حرف التي من الاحرف اللي موجوده باقسام الجريده والمجلة. اذا الفقره الثانيه رتبنا الكلمات او اقسام المجله حسب الترتيب الابجدي مثل ما طلب من عندي اذا السؤال الاول جاوبنا كم عدد الاقسام هو 11 قسما والسؤال الثاني كذلك جاوبنا ترتيب اجزاء الجريده او اقسام الجريده والمجله حسب الترتيب الابجدي السؤال الثالث ركزوا لي عليه واشروا لي اياه اكتب عليه سؤال اسقاطات مهم جدا شلون يعني استاذ سؤال اسقاطات مهم جدا مالك وياي يقول لي ماتش ذا سيكشنز تو ذا ديفينيشنز طابق الاقسام بتعاريفها هنا انا منطيني تعاريف تعاريف لاقسام او اجزاء المجله ركز وياي تعريف كامل منطيني ويقول لي هذا التعريف تابع ليا قسم من اقسام الجريده والمجله يعني مثلا النقطه الاولى يقول لي funny stories with small pictures. فاني معناها مضحك، stories قصص، قصص مضحكه with small pictures بصور صغيره. يا قسم من اقسام الجريده او المجله اللي يتناسب هذا التعريف عباره عن قصص قصيره بها صور صغيره. بازلز الفوازير او الحزورات لا، تاون ايفنتس احداث المدينه كذلك لا، كارتونز رسوم متحركه نعم استاذ هذا اكثر قسم مناسب لهذا التعريف اذا نقول كارتونز هيش تجيك في الامتحان ينطيك التعريف كامل ويقول لك هذا التعريف يتابع ليا قسم من اقسام الجريده والمجله لكن هنا أنا مو سؤال لا سؤال اسقاطات اسقط الكلمه بالفراغ المناسب يعني ينطيني ذن الكلمات وينطيني ذن التعاريف وانا شغلتي اوصل او اسقط الكلمه المناسبه بالقسم امام التعريف المناسب الها ثانيا شورت فاني stories شورت قصير فاني مضحك، ستوريز قصص، قصص مضحكة قصيرة. القصص المضحكة القصيرة شو نسميها؟ نسميها جوكس، نكات. أنا لما أط... أنطي نكتة هي عبارة عن قصة قصيرة مضحكة. ثالثاً: writing with words ذات rhyme الكتابة بكلمات فيها قافية، القافية أو الوزن اللي خاص بالأشعار. إذاً poetry، poetry معناها شعر. بعد اللي بعدها asking people questions about themselves سؤال الناس أسئلة عن أنفسهم أنا يعني من أسأل شخص عدة أسئلة عن نفسه هذا الشيء يعتبر أو تابع لها قسم من أقسام الجريدة والمجلة أكيد interviews اللي هي المقابلات بعد النقطة الرابعة things happening in the town أشياء تحدث في المدينة من من كلمة town اللي هي town events town events معناها أحداث المدينة الشغلات أو الأشياء اللي تصير بالمدينة أخليها بقسم خاص بأحداث المدينة النقطة اللي بعدها description of events for example football matches The description وصف وصف الأحداث على سبيل المثال مباريات كرة القدم من كرة القدم إذا هذا sports reports تقارير رياضية بعد reports about school events تقارير عن أحداث المدرسة شنسميها نسميها؟ سكول نيوز سكول نيوز اللي هي اخبار المدرسه هذا ما يخص النقطه الثالثه او السؤال الثالث الاسئله كذلك هذه راح يسالها الاستاذ بداخل الصف وكذلك تعتبر سؤال اسقاطات مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. النقطة الرابعة أو السؤال الرابع والأخير Which section do you think you would read first? Why? يقول لي يا قسم من أقسام المجلة أو الجريدة تعتقد أنك تود قراءتها أولا ولماذا؟ هنا كل طالب يحدد القسم اللي حبه أو اللي يحبه من أجزاء الجريدة والمجلة يعني مثلا يقول لي مثلا أحب السبورتس ريبورتس تقارير رياضية ليش؟ راح يسأل الأستاذ ليش تحب التقارير الرياضية؟ مثلا يقول له بيكوز أي لايك فوتبول إلى آخره، لأني أحب كرة القدم، أو واحد يقول أي وود لايك تو ريد بوتري، أنا راح أقرأ قسم خاص بالبوتري الشعر، راح يقول له واي؟ لماذا؟ يقول له بيكوز أي لايك writing poetry لاني احب كتابه الشعر وهكذا هذا مجرد كذلك نشاط صفي النقطه الرابعه اما النقطه الثالثه مهمه جدا 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 بالامتحان التحريري بعدها ننتقل الى ال possessive اس possessive معناها التملك هاي الكلمه احفظها لان هذا يعتبر موضوع قواعدي اولا هو راح يشرح لي بالانجليزي وبعد دقائق ناخذ الملاحظات الخاصه بها باللغه العربيه نعرف شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها يقول لي جو اند جيت بويز باجز وان بوي شنو معناها يقول لي اذهب واحصل على حقائب الولد نانا دي يقول لي يقول لي ترى هذا بما ان الفارز قبل الاس معناها هنا انه هذا عباره عن ولد واحد حقائب الولد هذه الفارزة اللي قبل الأس توضح لي أنه الولد اللي أنا دا أتحدث عنه ولد واحد مالك هذه الحقائب هو ولد واحد وراها يقول لي go and get boys bags نفس المثال لكن الفارزة خلالي إياها بعد الأس الشنو تشير هذه يقول لي more than one boy أكثر من ولد واحد يعني هنا حقائب الأولاد وليس حقائب الولد اذا هنا البويز اولاد شلون عرفتها؟ عرفتها من خلال الفارزه اللي بعد الاس اما اذا كانت الفارزه قبل الاس معناها انه هذا المالك مالك هذه الحقائب مفرد اذا الفارزه بعد الاس معناها مالك هذه الحقائب جمع بويز باكس معناها حقائب الولد بويز باكس معناها حقائب الاولاد بعد استاذ ما افتهمت منطيني هو مثال ثاني the schools magazine is very interesting مجلة المدرسة ممتعة الفارزة قبل الأس إذا هنا هذه مدرسة وحدة مالك هذه المجلة مدرسة وحدة مفردة لكن هنا the schools magazines مجلات المدارس are very interesting. ممتعة إذا هنا شلون عرفت أن المدارس جمع لأنه الفارزة بعد الأس أستاذ ما افتهمت ممكن تشرح ليها بشكل موضح أكثر بالك ويايا. موضوع اس التملك، نستخدم اس التملك مع اسماء العاقل او غير العاقل، حيث نوضح من خلالها ان شيء ما يعود لشخص او لشيء، كي نقول مثلا عليز بوك، ركزوا وياي، مثلا كلمة عليز بوك شنو معناها؟ معناها كتاب علي، هذه الاس اس التملك، او اقول ذا بويز باك معناها حقيبة الولد اذا خليت اس التملك لان هذا الولد يملك هذه الحقيبة لكي نوضح ان شخصا ما يملك هذا الشيء وراها يقول لي ملاحظات وضع اس التملك اذا كان الاسم مفرد فنضع الفارزة العلوية قبل الاس شوف هنا أنا. البوي ولد مفرد بما انه مفرد اخلي الفارزة هذه الفارزة قبل الاس لكن إذ لنفترض انه الاولاد يملكون هذه الحقائب فايش راح اقول اقول ذا بويز باك نضع الفارزة العلوية بعد الاس ليش لأن المالك اللي هم الاولاد جمع اذا كان المالك مفرد الفارزة قبل الاس اذا كان المالك جمع الفارزة بعد الاس واكو ملاحظة اذا كانت جمع شاذ فيتم معاملته كاسم مفرد هو مو اسم مفرد لكن نتعامل وياه كاسم مفرد حيث نضع الفارزه قبل الاس استاذ يعني جمع شات؟ مثلا كلمه children children معناها اطفال اذا ارد اقول مثلا هذه الغرفه غرفه الاطفال اقول ذا children واخلي الفارزه قبل الاس واكمل الجمله the children's room غرفة الأولاد استاذ هنا هذه جمع ليش خلينا الفارزة قبل الأس لأن هذا الجمع جمع شاذ وليس جمعا عاديا أو احنا نسميه جمع قياسي استاذ بعدني ما افتهمت شون يعني هنا بالك وياي يعني كمثال جاب لي بالامتحان The school magazine is very interesting مجلة المدرسة لو مجلة المدارس ممتعة بما أنه مجلة مفرد إذن أكيد المدرسة مفرد فش رح أقول هنا إن أنا يقول لي خلي لي possessive اس معناها خلي لي أس التملك لهذه الكلمة اللي بين أقواس بما أنه المدرسة مفردة فأقول ذا school إيش أخلي؟ أخلي الأس وأخلي الفارزة قبل الأس أستاذ ليش خليتها قبل الأس؟ لأن المدرسة مفردة فأقول the school's magazine مجلة المدرسة is very interesting مجلة المدرسة ممتعة نفس المثال بالجملة الثانية لكن صارت هنا إن أنا لي مجلات أكثر من مجلة إذا بما أنه أكثر من مجلة إذا أكيد هاي الكلمة جمع مجلات والمدارس بما أنه مدارس جمع فأقول the schools الفارزة أخليها بعد الأس the schools magazines مجلات المدارس are very interesting ممتعة جدا بعد استاذ مثال آخر لي. my فراغ car is expensive my father car سياره ابي هاي ما بيها اس التملك بما ان السياره تعود لابي ما بيها اس التملك اذا ما تفيدني هنا انا عندي اس التملك وهنا انا عندي اس التملك لكن وحده الفارزه قبل الاس وحده الفارزه بعد الاس بما أن السياره عايده لابي ابي المالك مفرد فاذا اقول fathers بالفارزه قبل الاس fathers car my father's car سياره ابي غالية بعد The فراغ روم is big غرفة الأطفال الأطفال هنا أنا ما بيها أس التملك إذا ما تفيدني عندي هنا أنا أس التملك لكن الفارزة قبل الأس وهنا أنا أس التملك لكن الفارزة بعد الأس بما أنه children جمع شاذ قلنا جمع الشاذ يعامل معاملة المفرد بالتملك فأقول ذا children's bag نضع الفارزة قبل الأس هذا ما يخص موضوع اس التملك هنا انا ارد اوضح توضيح بسيط هو هنا ليش نخلي الفارزه قبل الاس ونخلي بعدين الفارزه بعد الاس طلاب مثلا عندي كلمه بوي بوي معناها ولد لما اريد اخلي له اس التملك بما انه مفرد فلما اخلي له اس اخلي الاس واخلي الفارزه قبل الاس فصارت هنا هذه الاس اس التملك لكن اذا كانت كلمه boys اللي هي الاولاد هي اصلا بها اس هذه الاس شو نسميها؟ اس الجمع ورجت اضيف عليها اس التملك فهنا شلون راح تصير؟ راح تصير بهاي الطريقه شافوا انه هذا الشيء خاطئ او شيء مو منطقي فش سووا؟ قالوا على مود هاي السالفه انه نخلي الكلمه بها اسين يعني. نحذف وحده من الاسات وش نسوي؟ نخلي اس والفارزه بعد الاس كدليل على انه الكلمه بها اس الجمع وبها اس التملك هذه الفارزه اللي بعد الاس دليل على ان الكلمه بيها اس الجمع واس التملك لذلك هنا لاحظنا ان مثلا كلمه children children معناها اطفال هي صحيح جمع لكن ما بيها اس الجمع لذلك عاملناها معامله المفرد وخلينا لها اس التملك هذا مجرد توضيح بسيط من الممكن يوضح لك أكثر مسألة الستة الآن ننتقل لكتاب النشاط بالتمرين رقم واحد يقول لي complete the sentences أكمل الجمل التالية use words from the box باستخدام كلمات من الصندوق هذا التمرين تمرين إسقاطات مهم جدا بالامتحان التحريري مثل ما وضحنا قبل دقائق ان الكلمات اللي اخذناها لبداية بدايه الدرس راح تفيدني بهذا التمرين والتمارين القادمه لانها تمارين مهمه بالامتحان الشهري. اولا نجي نترجم الكلمات ومن ثم نسقطها بالفراغات المناسبه. article معناها مقال. كارتون اخذناها قبل دقائق معناها رسوم متحركه. جوك معناها نكته. poetry معناها شعر. report معناها تقرير. team معناها فريق. well known معناها مشهور هذه well known هي مرادف لكلمه famous الان نجي نسقط الكلمه في المناسب اولا our teacher told us معلمنا اخبرنا اي فراغ this morning هذا الصباح and we, we all laughed loudly وجميعنا ضحكنا شنو اللي قال المعلم قال مقال وضحكه لا اكيد لا قال رسوم متحركه كذلك لا نكته نعم اخبرهم نكته وجميعهم ضحكوا. Number two, ثانيا نورا has written an فراغ for, for the school magazine. نورا كتبت فراغ من أجل المجلة. إيش كتبت؟ أكيد كتبت مقال. فأقول article. ثالثا our football فراغ didn't play well. فراغ كرة القدم لم يلعب بشكل جيد in the match في المباراة yesterday البارحة. من هو اللي ما لعب بشكل جيد؟ فريق كرة القدم. إذا تيم فريق كرة القدم لم يلعب بشكل جيد. رابعاً، we need to interview أي فراغ. نحتاج أن نقابل فراغ. person شخص فراغ. in our town في مدينتنا. شخص شنو؟ شخص مشهور. أقول well non. نحتاج إلى أن نقابل شخص مشهور في مدينتنا. can you suggest someone هل يمكنك أن تقترح شخصا ما؟ النقطة الأخيرة، I don't like writing stories. لا أحب كتابة القصص. but I love writing فرق. لكنني أحب كتابة كلمة poetry اللي هي الشعر هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري يأتيني مثل ما هو على شكل إسقاطات الآن ننتقل إلى تمرين رقم اثنين read and choose the section اقرأ واختر السكشن السكشن معناها قسم الجريدة أو المجلة مثل ما تعودنا جوك معناها نكتة letter معناها رساله poetry شعر problem page صفحه المشاكل puzzle معناها فوازير او فزوره school news معناها اخبار المدرسه sports reports معناها تقارير رياضيه town events معناها احداث المدينه الان شي يقول لي؟ يقول لي ماي فريند ازنت توكن صديقي لا يتحدث معي اي دونت نو واي لا اعلم لماذا واحد من الطلاب كتب هذه العبارة يسألك إلك يقول لك أنت وين تخليها بيا قسم من أقسام الجريدة أو المجلة هذه الجملة صديقي ما يحكي وياي أكيد هذه بصفحة المشاكل إذا نقول problem page اللي هي صفحة المشاكل ثانيا رفل scored before half time رفل سجلت قبل نهاية الشوط الأول هذه وين أخليها؟ أخليها بالسبورت ريبورت تقارير رياضية ثالثا come and join the fun in the main square تعال وانضم إلى المرح في الميدان الرئيسي ميدان الخاص بالمدينة إذن أقول تابع لقسم التاون events معناها أحداث المدينة رابعا our new English teacher مدرس اللغة الإنجليزية الجديد مستر سميث starts the school next month يبدأ في المدرسة الشهر القادم هذا بيا قسم من أقسام الجريدة والمجلة أكيد the school news, أخبار المدرسة اللي بعدها the door and the windows were locked الباب والنوافذ كانت مغلقة how did she escape كيف هربت هذا الحوار تخلي بيا قسم من أقسام الجريدة أو المجلة أكيد بقسم الفوازير خلالي فزورة وقال لي تقدر تحل هاي الفزورة وراها حوار نوك 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 تستخدم للطرق يعني طرقة الباب أه الشخص الآخر رد عليها هو ذير من هنالك اجاوبه بو قالت له من هو بو أه سألها قالها why are you crying? لماذا تبكين أو لماذا تبكي هذا الحوار تخلي بيا قسم من أقسام الجريدة والمجلة أكيد قسم الجوكس النكات I saw a cat sitting on the mat رأيت قطة تجلس على السجاده underneath was mouse that was all flat وتحتها كانت هنالك فاره that was all flat لاحظوا هنا كلمة مات وفلات هذه الكلمات تنتهي بنفس الوزن والقافية بما انه قافية إذن هذه poetry poetry معناها شعر واخيرا Dear editor عزيزي المحرر I am writing to tell you about انا اكتب لكي اخبرك عن فراغ هذه تخليها بيا قسم بما انه بدات بدير فلان اذا هذه رساله اذا اخليها بقسم لتر الرسائل. هذا ما يخص تمرين رقم اثنين، هذا التمرين بعض الشيء مهم، يعني بعض الاساتذه يجيبوه على شكل اسقاطات، لكن ما يجيني مثل ما هو كله، مجرد يجيب لي نقطه ونقطتين من عنده، لكن تمرين رقم واحد أو التمرين اللي أخذناه بكتاب الطالب طابق التعاريف بالأقسام المناسبة لها هذا النيتشه تمارين جدا جدا مهمة، من الممكن يجيني سؤال كامل عليهم أما هذا التمرين من الممكن تجيني من عنده نقطة أو نقطتين بسؤال الإسقاطات. ننتقل إلى التمرين رقم ثلاثة: fill the gap, إملأ الفراغ, use the word in the brackets and add. أس قبلها فارزة وأس بعدها فارزة. هذا يا موضوع موضوع أس التملك. ناني يقول لي أما تخلي لي أس قبلها فارزة اللي هي مات المفرد أو أس وبعدها فارزة اللي هي مالت الجمع الآن نجي my friend family عائلة صديقي هنا صديق مفرد لو جمع بما أنه الفاملي عائلة مفردة إذا صديقي كذلك أكيد مفرد فأكتب كلمة friend وأخلي الفارزة قبل الأس ليش؟ لأن الفارزة اللي قبل الأس تدل على المفرد عائلة صديقي سوف تزورنا This is the school entrance. Entrance معناها مدخل. بما أن المدخل مفرد، إذا المدرسة كذلك مفردة. مدخل المدرسة مو مدخل المدارس. إذا أقول schools والفارزة قبل الأس. مدخل المدرسة. The girls books. شوف هنا أن girls أصلا هي شنو جمع. والبوكس جمع. إذا أقول girls books. كتب البنات مو كتب البنت الواحدة ليش؟ لأن البوكس وكلمة girls هنا تنجمع بعد my mom car سيارة والدتي إذا بما أن الأم مفردة والسيارة كذلك مفردة إذا أخلي الفارزة قبل الأس هنا الومن نساء هنا هذه صحيح جمع لكن جمع شاذ فبما أن جمع الشاذ عامله معاملة المفرد فأخلي الفارزة قبل الأس وكذلك ذا بويز لانش غداء الاولاد مو غداء الولد شلون استاذ عرفت ان الاولاد جمع بما انه بيها اس جمع اذا اخلي الفارزه وين؟ بعد أس. كدليل على انه هذه الكلمه بها اس جمع وبها اس التملك كذلك كلمه children اطفال اطفال هنا صحيح جمع لكن جمع شاذ بما انه جمع شاذ اذا اخلي الفارزه قبل الاس the children's toys العاب الاولاد The child's teddy شوفوا هنا أنا. دب الطفل الطفل مفرد بما أنه مفرد أخلي الفارزة قبل الأس دب الطفل وليس دب الأطفال is new جديد هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يأتيني في سؤال القواعد عن موضوع الستملك هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بأقسام الجريدة أو المجلة أخذنا بموضوع أس التملك تعرفنا على الأسئلة اللي راح الأستاذ داخل الصف شلون نقدر نجاوب عنها كذلك الأسئلة المهمة اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري بسؤال الإسقاطات بسؤال المفردات أو بسؤال القواعد ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة